أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. عيون الشعب النهاردة أعزائي المشاهدين من داخل مركز شرطة دير المواسي. جريمة قتل بشعة، لكن هي جريمة فريدة لأنها نادرا ما تحدث. شفناها في بني مزار لما الأب قتل ولاده الثلاثة بالتعبان كبرى، ممكن دي أثارت الرأي العام، ممكن زعناها أكثر من مرة بناء على رغبته. النهاردة الأب بيقتل ولاده الأربعة بس بالسم. هيكون اللقاء مع الأب ونشوف ليه عمل كده، وأكون لقاء مع الأم وليه الأب عمل كده، وأكون لقاء مع رئيس مباحث مركز المواس وكشف كامل لأبعاد الجريمة. الشيء النادر إن إحنا هذه القضايا أصبحت دلوقتي فعلا بتحدث. أمين الشرطة في دير المواس اللي قتل ولاده بالتعابين النهاردة مواطن عادي يقتل ولاده الأربعة. القدر كتب إن الطفل عادل هو اللي يموت والتلاتة بين الحياة والموت، والحمد لله تم إنقاذه. تابعونا أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة من عيون الشعب. سلم على بابا. تعالى يا بابا حبيبي. سلم على بابا. ليه؟ بابا حبيبي. سلم على بابا. ليه؟ زعلان منه ليه؟ تعالى. زعلان من بابا ليه؟ ايه اللي حصل؟ زعلان منه. تعالى يا بابا. تخاف من بابا؟ تعالى يا بابا. ايه الاب ممكن يقتل ولاده؟ مش هيقتل ولاده. مش هيقتل ولاده يا بنتي. الاب قتل ولاده؟ لا ما صدقيش. لا الاب ممكن يقتل ولاده؟ لا مش ممكن. اما اللي يقتل ولاده يبقى ايه؟ اكيد مش اولاد بقى، عشان كده بتقتلهم. اكيد مش اكيد اكيد 100% مش اولاد. اكيد 100% مش اولاد. مش اولاد. لكن لو اولاد هو الفقر ممكن يعني هو يكون هو السبب الوحيد في العمليه دي. فقر. الفقر والجهل والمرض. من التعب والجوع طبعا. ممكن من تعب. لكن كل اب مش قادر يوكل ولاده ممكن يقتلهم؟ ممكن يقتلهم. مستحيل اي اب يقتل عياله، مستحيل، من ربع المستحيل. يقتلهم يسموا في العصير. واللي يعمل كده واخد لبالك يتعدم هو وعيلته. هو لو قتل اولاده كفر، قتل نفسه كفر بنفس المضمون. هي كده ضعف الدين وضعف ايمان بالله. مفيش مورد رزق. الحيوان بينط بعياله. طب مفيش مورد رزق يا راجل. مفيش مورد رزق. هيعمل ايه؟
من جاك البحر فين حط ولدك تحت رجليك حط ولادك لو مش قادر توكليهم في السجن. ايوه سموا ما فيش اكل. الام تموت نفسها عشان خاطر العيال. ما فيش اكل ده لو في حاجه اجي اجيب منها مورد رزق حضرتك، لكن ما فيش. ده انا شغال، انا اشتغلت ب 60 جنيه ومعايا سبعه وما فيش مكان نسكن فيه، قاعدين في حته اوضه وفي مجلس المدينه هنا وشلنا تراب وعبانا. ما لقيتيش حاجه تعمل ايه في ولادك؟ ما اعملش حاجه، كلحت عليهم بس يعني غصب عني. كلحت عليهم؟ ايوه كلحت عليهم، يعني موتيهم ولا صرفت عليهم؟ لا صرفت عليهم بس غصب عني. يعني موتهمش؟ ما عملتش تعليمهم ما تعلموش. بس ما موتهمش؟ لا ما موتهمش. انت اهو يعني ممكن الواحد يعيش حتى لو فقير مع عياله؟ ما حطلهمش سم في العصير وما لا بس ما ده امر ربنا يعلم به ربنا برضه، يمكن اللي هو يدور في المشوار ده اكيد مش ولاده دول اللي عمل كده. ممكن الغلا اللي احنا فيه. الغلا ايه؟ الغلا ممكن يخليك تقتل ولادك؟ ممكن. لا مش لاجئ طبعا. مهما كان ما يقتلهمش طبعا. في اب ممكن يعمل كده؟ لا ما فيش اب، ده مش ولاده، هو راجل كافر يعني. ما خليهم مش ولاد. خليهم مش ولاد، ولاد عدوينه. ولاش ولاده ما يعملش بيهم كده. ولا انا معايا ولد قاتلين ولدي، ولد اخو شقاقاته والسلاح عندي ما رضاش اضربه، وخاف من اللي خالقني ده. انت عندك اللي قتل ولدك؟ ايوه قتل والدي ومعايا، واقدر اضربه دلوقتي قبل بكره، بس انا خايف طول من واحد ما لناش غيره. هو ربك. وانا صابر عبد الجابر عبد الجواد من اسم العروس. اما اللي قتل ولاده بيسموا في العصير ده ايه؟ يعني ايه جزاته؟ جزاته كافر ومتكافر. كافر ويستحق الاعدام في الميدان. ولو جدعان هتضرب بالطار نقطعه كمان. عشان عمل وحش وخبي يحسب له ربنا. بص على طول. أعزائي المشاهدين، في حلقات سابقة يمكن من أكثر الحلقات اللي أثارت يمكن الرأي العام قضية أمين الشرطة اللي قتل ولاده الثلاثة بالتعبين، وكلنا شفنا إزاي إن الأب يتجرد بمشاعر ويجيب تعبان الكبرى ويخلي التعبان عنده في الدولاب لمدة أسبوعين، وبعد كده يجيب ولاده وهم نايمين واحد واحد ويمسك بناته، وبعدين يجيب التعبان ويقربه مرة من رجله ومرة من رقبتها وموت الثلاثة بهذا الشكل. ويمكن الحلقة أذاعت أكثر من مرة بناء على رغبة المشاهدين. وقلنا ده حادث فردي ومش هيتكرر، لانه صعب جدا ان الواحد يتخيل ان الاب ممكن يقتل ولاده بالتعبان. يعني صعب جدا الاب ان يمسك التعبان الكبرى ويقربه من بناته الثلاثه وهم نايمين ويموتهم. وانتهت القضيه وفجاه بتتكرر الماساه بنفس الاسلوب، بس المره دي اربع اولاد. الاب بيتجرد من انسانيته ويقتل اولاده الاربعه. اي نعم القضاء تدخل وروى العنايه لان هي انقذ الثلاثه من الاولاد، لكن في طفل توفى في السم. المرة دي كان الاسلوب مختلف شوية، في بني مزار كان بالثعابين، في دير مواس بالسم. طبعا قضية شغلت الرأي العام وكانت فعلا قضايا يمكن احنا قصة البرنامج بنشعر فيها فعلا بالحزن، لان لما اشوف اطفال لسه في عمر الظهور وبيلقوا حتفهم بهذا الشكل المأساوي. انتقلنا على الفور الى مركز شرطة دير مواس، ويسعدنا ان يكون معنا سيادة المقدم مصطفى منتصر رئيس مركز دير مواس. اهلا بك يا فندم. اهلا فندم بيك، نورت دير مواس و حضرتك والفريق العمل مساتك نور الموز. يحصل يعني واحد يقتل ولاده بالتعابين وهنا بيقتلهم بالسم؟ يعني عايز في البدايه بقى تشرح لي واقع القضيه من اولها، وليه وصل الاب ان هو يقتل ولاده الاربعه بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه للواقعه دي طبعا كان تبلغ لينا من نقطه جلده بوجود اربعه مصابين بتسمم. على الفور اخطات طبعا السيد مدير المباحث واخطانا السيد مدير الامن، وعلى الفور امر بتشكيل فريق بحث، وانتقلنا على وجه السرعه للمستشفى، وتباين ان الاربعه بيعانوا من تسمم شديد. فيهم واحد وصل المستشفى متوفي اللي هو الولد الله يرحمه، والثلاثه التانيين حولوهم لمركز السموم في مستشفى الجامعه في المنيا. اللي مات هو اصغرهم؟ اللي هو عنده اربع سنين قبل الصغيره على طول، هو ثلاث بنات وولد على فكره. الولد اللي مات؟ الولد اللي توفى الله يرحمه. طبعا فريق البحث اتشكل واشتغلنا في القضيه، وتوصلنا ان كان في خلافات بين الزوجه اللي هي ام الولاد والزوج اللي هو المتهم. ترتب عليها ان الراجل المتهم جاب عصير اكياس عصير اللي بتتباع في السوبر ماركت،
وحط عليها سم، وكان الولاد قاعدين مع والدتهم وجدتهم، فجي نادى عليهم على اساس ان هو يعني عايزهم اولاده طبيعي يعني جايب لهم هديه، هو جاي جايب لهم حاجه يعني بقى عصير وكده. فهو كان مجهز في العصير ده سم، نادى على الولاد تعالوا يا اولاد اشربوا سم، الولاد راحوا له. فكان بالنسبه للولد يمكن انا برجح ان سبب وفاه الولد ان هو خد كوبايه كبيره، كانت كوبايه من ضمن الكوبايات اللي حرزناها من حضرتك. مظبوط، كان من ضمن الكوبايات الحاجات اللي ادوات الجريمه اللي حرزناها كوبايه بلاستيك اللي هو شرب فيها الواد، ودي كان حجمها كبير شويه، فتقريبا هي اللي سرعت بجرعه كبيره على الفور. المهم ان هو بعد ما شرب ما الولاد شربوا بدا الالم في لحظتها على طول، الولاد يتلون بصفه عامه يعني، الاربعه بداوا يتالموا، الست بدات تصرخ وتصوت، تلم الجيران، الناس لازم نوديهم مستشفى، طب الحقني بعربيه او اي مواصله بتقول لجوزها. طبعا الزوج المتهم راح سبع يا مصطفى بيه، ان الزوج عطى الولاد السم وفضل يتفرج عليهم بيتقلبوا قدامه، قعد شويه وكان الولد يعني احتضنه شويه تقريبا عارف في حضنه مظبوط، زي ما تقول كده ان هو يعني عارف ان هو متوقع ان الاربعه يتوفوا، واللي عارف لحظه وديع يعني بينه وبين ابنه تقريبا كان غالي عليه شويه كده، اصلا ثلاث بنات وولد، فشيء طبيعي بينهم هيموتهم الولد. يعني عندنا في الريف برضه الولد بيبقى ليه معز، فحب ان الولد ما يموتش جنب اخوته على الارض، الولد يموت في حضنه فعلا. وبعد كده راح سابه، ومراته بتصرخ الحقني بمواصلا نوديهم المستشفى، راح سابها ومشي، سابه ومشي وما ظهرش لغايه ما ضبطناه. طبعا الاهالي واهل الخير جابوا وسيله مواصلات بسرعه وجابوه مع المستشفى هنا، وزي ما قلت لحضرتك كان الولد متوفي، والثلاثه في ما ودوه المستشفى حولتهم لمركز السموم، والحمد لله حالتهم كويسه وربنا عافاهم. ايه مبرراته بقى؟ مبرراته هو الراجل ده مش شيء مبرر يعني، لا 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 في مبرر، كل جريمه لها مبرر يعني. الراجل ده هو طبعا ظروفه الماليه على قده بسيطه، كان اتجوز الست دي من حوالي 18 سنه، قعدوا سنتين مع بعض انفصلوا بسبب ان هم ما خلفوش يعني، ربنا ما رزقهمش باولاد. اتجوز واحده تانية خلف منها ثلاثه واقام بيها في القاهره، حصلت مشاكل بينه وبين الزوجه الجديده، راح رجع مرجع القديم اللي ما تخلفش. قالت ربنا ارادت ان هو ايه يخلف منها الاربع اولاد اللي هم اللي حصل معاهم الموقف ده. مع ظروف الحياه كان هو اللي مراته ورثت عن والدها مبلغ واختها ورثت مبلغ، فهو فضل يعني يتحايل عليهم لغايه ما اخذ المبلغ من الاثنين مبلغين. طبعا كزوجه مش هتاخد عليه وصل امانه، ولكن اخت الزوجه كان خدت عليه وصل امانه وخدت عليه حكم واتحبس في ال ما سددش الفلوس اللي استلفها، فرفعت عليه رفعت عليه الوصل الامانه فعلا، واتسجن فعلا، وهو اعتقد ان هو بسجنه انه كده وفى الدين. بدات الاخت الزوجه كل ما تعرف ان هو جه من القاهره تيجي لوالدتها عايزه الفلوس. حصلت كانت حصلت مشاده، وتطورت المشاده لمشاجره. جه تاني يوم حصل الموقف اللي حضرتك حصل ده، بالاضافه ان الزوج كان داخله بعض الشكوك في 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 الزوجه، وده طبعا يعني من خلال فحص تبين عدم صحته. الزوجه كان عشان الزوج سايبها وقعد في القاهره شبه مكون في القاهره سايب لها الولاد، فكانت بتضطر ان هي تشتغل عليهم، تشتغل بالاجر اليومي، فهو اعتقد ان هو شغلها هنا مع ده ومع ده ان في حاجه شك شيء من يعني نقدر نقول شك. بس حضرتك ده كل الواقع برضه يعني. نذكر الساده المشاهدين ان الدلجه دي على فكره فيها قضيه الزوجه اللي قتل الزوجها برضه بسبب برضه المناوشات. دلوقتي الزوج قتل ولاده عشان بيشك في سلوك زوجته. كل واحد بيقتل مراته على فكره بيجيب مبررات علشان يتخفف العقوبه عليه. هل فعلا الشكوك دي ستك بتقوم من واقع التحريات؟ اعتقد هو الزوج حب يبرر فعلته قدام اهله قدام المجتمع في بلده بصفه عامه بحته الشكوك في الزوجه، لكن طبعا دي ما تمش اثباتها. لا لا ما تمش اثباتها، والزوجه ست كويسه طبعا. يعني احنا هنشوف طبعا اعزائي المشاهدين هنشوف المتهم دلوقتي وهنشوف الاب اللي قتل ولاده.
كان في نوع من الندم، يعني صعبان عليه نفسه وشاف ان ابنه اللي كان بيموت وهو بيحضنه وبيكتب نفسه لغايه ما مات. مفيش انهيار، مفيش اغماء، مفيش بكاء، يعني كان بيتحقق معاه ازاي؟ هقول لحضرتك، هو الواضح ان الزوج اللي ظروف الحياه ضغطته ووصلته لمرحله ان هو مش فارقه معاه كتير، يعني يعني ثلاث ولاد في القاهره ومراته زعلانه بيهم، الزوجه الثانيه وقعد عند اخوها اكيد طبعا بتطالبه بمصاريف الولاد وكده، واربع ولاد هنا وزوجه، وهو مفيش دخل، مفيش حاجه يصرف منها دخل ثابت. فوصل اعتقد ذلك، وصل لمرحله ان هو مش فارق معاه، عارف حضرتك اللي هو ايه، عايز يعني يعيش هو ومش هيقدر يصرف على المجموع ده كله، فيعني يستريح منهم بدل الوش والمشاكل اللي خاصة الزوجة اختها لما كانت كل شوية تطالبه لما يجي من القاهرة تطالبه بالمبلغ اللي عليه. لكن طيب احنا هنشوف برضو الام وهنشوف اولادها، لكن في البداية التلاتة تم انقاذهم بالكامل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تلاتة وصل مستشفى دير مواس، الاربعة زي ما قلت حضرتك هم اتنقلوا كلهم مع بعض، ولكن الرابع ده وصل جثة هانبة. التلاتة بسرعة المستشفى حولتهم لمركز السموم، مركز سمو عمل لهم اللازم والحمد لله ربنا كتب لهم النجاة وخرجوا وحاليا موجودين. طب هو اعترف بقى بالقصة كلها ولا انكر؟ لا هو اعترف بالقصة، واعترف زي ما قلت لحضرتك في الاول كان بيبرر فعلته بشكه في الزوجة ونسب الولاد، ولكن تبين ان المبرر ده مش جدي، وان القصة كلها هو ضيق الحياة بالنسبة له بالاضافة للمشكله اللي حصلت من اخت الزوجه وطلبته. وعلى فكره انا عايز اقول حاجه، هو الـ 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 الزوج او الزوج المتهم ده والوالد هو ما عندوش بيت في 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 بلده، فهو مقيم مع اسره الزوجه، يعني واخد اوضه كده مع اولاده في اسره الزوجه لما بيجي من القاهره بيرست عليهم. فكان المبرر لا ضيق الحياه والمشاكل اللي هي بتاع اخت الزوجه اللي مطالبتها بالمبلغ المالي بتاعها. برضه اعزائي المشاهدين قبل ما نلتقي دلوقتي مع الزوجه او مع الام والاولاد، هو شيء لفت نظر لما هو اصلا انسان يعني على قد حاله قوي، يتجوز واحده وبعدين يطلعها عشان خلفه، ويتجوز واحده تاني ويخلف منها ثلاثه، وبعد كده يتخانق معاها يروح يرجع الاولانيه ويخلف منها اربعه، وبعدين كمان نعرف ان هي حامل. طب انت يعني عيشتك على قدك، يعني هي برضه احنا بنقول يا جماعه ربنا هو اللي بيرزق طبعا، بس لازم يكون في شويه تفكير. لما تكون حياتك على قد لازم ان انت تقنن حياتك على قد امكانياتك، يعني عيل او اتنين كويس اوي، لان احنا برضو برنامجنا مش الهدف منه ان احنا نجيب جريمة ونجيب اثارة، احنا خلال برنامجنا بنقول يا جماعة كل واحد مقبل على الجواز على قد امكانياتك حاول تنظم نفسك. لما تكون موظف وهي مش موظفة يبقى واحد كويس اوي، ويعني وتكتم يعني وداع نفسك يجيب التاني، لكن الامور بهذا الشكل هبترسي ان الاب كره نفسه وقرر الانتحار، لان الاب اللي بيقتل ولاده ده انتحار بيموت، وهو شيء طبيعي ان هو مستني الموت. استاذنا سيادتك يا فندم، ونشوف الام ونشوف الاولاد بعد اذنك. تحت امرك. أعزائي المشاهدين ومع الأم ومع الأولاد، الأولاد دول اللي ربنا كتب لهم عمر جديد، أولاد في عمر الظهور لسه صغيرين، والابن الذكر الوحيد اللي كان يعني الأم بالنسبة لها قرة عينها، ويمكن برضه عندنا في الريف لسه برضه الولد بيتميز بعض الشيء عن البنت، بالنسبة لها كانت هو نورة البيت اللي هو اللي مات، والثلاث بنات هم اللي قعدوا، وهي حامل حاليا في الشهر السابع كمان، وبتقول حتى اللي في بطني بنت، مفيش حتى تعويض عن الولد اللي راح. الشيء اللي لفت للنظر واللي انا يعني فوجئت بيه ان مصطفى بيه منتصر رئيس مباحث كان جاب لي الاولاد واحنا قاعدين
حاجة ساعة يشربوها. الشيء الملفت النظر ان الاولاد حاولنا معهم يمسكوا الحاجة الساعة ويشربوها رفضوا نهائيا، وقالوا انتوا عايزين انتوا جايبيننا عشان تموتونا. يعني حتى الاولاد ابتدوا عندهم عقدة نفسية من اي حد بيديهم حاجة حتى لو كان رئيس مباحث المركز. ايه حاجة اللي حصل؟ اللي حصل هو اللي حكيته. قول لي اتخانق مع ديكي؟ ابدا عمري ما اتخانقت معايا. هو كم سنة؟ 18 سنة. حلو على المرة؟ على الحلو وعلى المرة. وعارفة كنت من بلد وهو من بلد؟ ايه ما كنتش عايزة منه حاجة غريبة دي وسطينا. والله انا المصاريف حتى ما عايزاها مني. مين اللي كان بيصرف على اولادك الارض؟ اما اصرف انا ما اشتغل انا. اشتغل ايه؟ في البصل. في الشتاء في المخلل. المخلل ده اللي بناكله. منخرطه. مش عايزة منه حاجة غير غني وقعد وسطينا. بس هو مبطل ما عجبوش. هو ما عجبوش العيشة دي؟ لا ما عجبوش. اول مصر اتغير. راح مصر اتغير. ايوه قبل مصر كان كويس. يعني لما راح عاش مع اهل البندر يعني كان انا ودورتي الثانيه. ايوه كنتوا عايشين مع بعضكم؟ معايا احنا الاثنين. كان عندي اسبوع عندها اسبوع. وكان ما يحاول يعدل على قد ما يقدر. اول ما راح مصر دور يغيب في مصر اتغير. الغربه خدته بقى؟ خدت. ولا هو اتعرف على حد هناك؟ اتعرف على واحده هناك. قلت له مش عاجبه بقى اهل الفلاحه؟ وعاجبه اهل البطل؟ ولا هي ولا حتى هي ما عادش عاجبها برضه. ديكا راحت عند اخواتها وانا قاعده مع امي. اه دي زوجته الثانية. ايوه وبيت خلف منها ثلاثة. اه وبيته حاليا اللي هو بيته مكفول فاضي. مكفول فاضي. عايشة مع امه. ايوه مكفول اللي انا ساكنة فيه ولا هي. ما قلتلوش انت ما دام عاجباك حياة مصر لا تاخدنا معاك. الله سيدي
أنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تاخدنا معاك، لا تيجي تقعد معانا وانا بكفي نفسي. مش عايزنا احنا عشان ياخدنا معانا، مش عايزنا، خلاص بقي في واحدة تالتة، خلاص هيشبك في التالتة، هيسيبني. اتجوز اتنين، اتجوز اتنين وعنده سبع اولاد ولسه بيفكر في التالتة. اه اللي حصل هتقوليها امر ربنا، زغلت عينه خلاص، خشت في دماغه عينه. والغيرة انتم مقطعاكم. لا والله احنا مغيرين، احنا لو كان اتجوز وقعت هناك كان ريحنا احسن ما جا عمل كده. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل جا فرحنا، قلنا ده جا كويس، افتكرنا كويس. كان بيغيب كتير؟ كان يقعد كل شهرين يجي دوار. شهرين؟ كل شهرين يجي 10 ايام، يقعد معي 10 ايام. طبعا قاعده في الشارع بتبين المخلل واللي رايح واللي جاي، وشباب رايحه وشباب جايه، ده برضو عملت له شويه مشاكل. عملت له ايوه وجت. لانه كان بيحبك بقى. هو داخل عيس، طب ده انا ذنبي حاجه؟ مش سايب لي مصاريف عيال. انت قاعده في الشارع بتتعاملي مع الحلو ومع الوحش. نتعامل مع مع بتاع البصل مثلا، واحد راجل يجي يشيل الشكاره ويجيبها وياخدها. يجيبها لي. يجي في اي وقت ليل نهار مش اشكال، ده اكل عيش. ايوه داخل عيس. هو عن الشك في الموضوع ده. ايوه وشك بزياده بزياده بعد غيابه، قبل غيابه لا. اما كان موجود فكان عينه عليك. ايوه لكن لما بيغب معي على طول. معاك على طول لما في مصر وشاف رجاله داخله ورجاله طالعه فالغيره كلمه. ايوه. طب امك كانت معاكي في البيت؟ كانت معايا، امي معايا على طول. لما امك معاكي على طول ورجاله داخله ورجاله طالعه، هو ما يبقى مطمن ان مفيش حاجه. ما تقوليها اخلاقه اتغيرت. اخلاقه اتغيرت. اخلاقه اتغيرت، ما يمسك التليفون الا الكل. تليفون الموبايلات الكل، لا الكل حتى التليفون على ودانه يتكلم للكل. طبعا قاعده ما ربنا يعلم بك غير ربنا. طبعا هيعمل لهم بيها ربنا، هي سايبيه بروحت. ما كانش برضه موبايلات عشان هيك الاكس شغاله برضه. انا مش ما امسك تليفون والله، معايا تليفون حتى خالص. لما بكون عايزه بصل، عايزه شويه مخلل بيتكلم معايا. هم يجي هو لحد البيت. الراجل بيجي لك لغايه البيت. اه يقول لي بالتليفون وانت لغايه البيت. الراجل بيجيب لك البصل. قلنا له مثلا هي تيجي ما تجيبش، خلاص النهارده مش فاضيين خلاص. طيب لما يجي جوزك ما قالكيش بقى يعني ايه اللي بيحصل؟ الرجاله دي داخله ليه؟ الرجاله دي طالعه ليه؟ ما حاولش ان هو يعني يحكي ويعرف ايه سر الموضوع ده؟ ده هو عارف، وعارف هي عارفني ما اعمل ايه؟ عارفني ما اشتغل، اعمل بصل واعمل مخلل. وعارف ايه طبيعه عملك؟ الناس داخله وطالعه. ايوه عارفني مش سايب المصاريف عليا. ايه اللي حصل بعد كده؟ مش ما يصرف. ايه اللي جوه من الموضوع في دماغه ان هو يموت ولاده الاربعه؟ اللي اتعرفت عليا. اللي اتعرفت عليها كله موت ولادك الاربعه؟ اللي اتعرفت عليها ان كانت غنيه شويه. مش عارف كانها غنيه. لا انا عرفت كده بالتحريات. التحريات؟ التحريات بتاعت الجرايب، جرايبي. جرايب في مصر. عرفوا انها على واحده معاها قرشين. غنيه شويه. يبقى طبعا هي انا معايش مش غنيه انا. انا مصاريفي على قد شغلي. اللي ما اشتغل بهم اضيعه. تمام. دي بقى متعلمة. لا والله. كلام حلو كده يعني وبتحريات. كلام حلو يا ابويا كان متعلم وكان دايما يحفظني القران الله يرحمه والله. بس ما دخلنيش مدارس، كان عنده عقده المدارس يقول البنات ما تروحش المدرسه. ده ايام زمان جد وقت ايام غير الايام. المهم نرجع اللي مرجعنا بقى، قال لك جيت اتخانق معاكي قبلها بيوم؟ اتخانق معاكي؟ ابدا ما اتخانق، ويا ريت اتخانق، لو اتخانق كنت خدت حذر، كنت قلت له عدع. كان زي الفل. ابدا كان جاي هادي ومليح، بس كان مخصمني. مخصمني؟ اه. كان ما ينام في جنب وانا في جنب. بس ما فيش بيننا غير يقول لي اعملي ولعه مثلا، اعملي كوبايه شاي، حاجه زي كده. نايم في جنب وانا في جنب. لما اقول له فيها خبر انت مخصم لي، قال لي والله انا كنت كشف وعيان. سبت ايوه سبت، قلت له زي بعض مش اشكال. ست ايام بس رجعت، وفي اليوم السابع ده حصلت اللي حصل. احكي لي اللي حصل. اليوم السابع ده كان يوم حد. تمام. كان عندنا طبيخ من يوم السبت من عشيه يعني طبخين. صبحت انا وامي فطرنا منه. العيال دول عيبوا علي ما رضوش ياكلوا منه. راحوا جابوا طالعين بقى يقول لك مش هناكل طبيخ على الصبح. راحوا جابوا طعميه. تمام. من عند المطعم قالوا بطعميه. تاني مره وقت في الوقت ده. تاني مره
فرقت. هو كان بيحب ولاده اول ما يجي من السفر مشتاق لهم كده ويحضنهم ويبوسهم ولا كان جاف؟ راح مصر اتغير. اتغير من ناحيه، اتغير من ناحيه العيال، اتغير من ناحيه كلها. اتغير ادوكم من ناحيه الدولة، حتى دوكم والله، حتى دوكم لما امهم خدتهم ومشيت ما كانش ميسر عنه. افكر يكتب ولادك انت اشتغل حاليا في مصر. ما كانش ولاده هو ده، دوكم بعد عنه، دوكم ساكنين مع خيلهم، مع زوجته الجديده. ما جربش عنه؟ لا، ما عشان قاعد معاكم. ما راحش معاه. ديك مغبونز علينا. تمام. فطرته بالطبيخ والعيال جابوا طعميه وفطروا، وبعد كده هو كان راجد شويه. كان راجد. ايوه قام هتفطر، قال لي لا مش هفطر. تمام. انا طولع، طلع لحد بره وجا. كانت حوالي الساعه 11 كده في الصبح. ايوه. طلع جاب كيس عصير وعود. كيس عصير. احنا ما مهتمناش، قاعدين نفطر انا وامي جو. رمح وراه العيال بره. بعد العروس العصير فين؟ بعد خمس دقايق لقيناهم كل واحد ماسك فيهم كوبايه عصير. شربوها وبس، انا لقيناها متفرطه على الارض. محدش يديك شويه؟ اهو برضه كنت تريحي معاهم شويه؟ ابدا. ما يعزم عليه لما يعمل. المره دي ما عزمش. ابدا ما عزمش. هو حتى لو بيكره ولاده كان حطك انت فوق الكوب؟ لا ما عزمش والله، المره دي ما عزم. وده اللي قطع فيه؟ اللي قطع فيه، اللي قطع فيه حبسه في الاخر. ما كنتش اتمنى يعمل كده. مال كده انت مزعلانه على ابنك اللي مات ولا ده؟ زعلانه على ابني، عيني لو وجع في ترعه ولا خدت عربي على راس الشارع مش هيوجعني زي ما مات المتى دي. شفتيه؟ اه شفته. ده انا شايله، كنت شايلاه كده. ها ايه اللي حصل؟ كنت شايلاه كده والجيران يقول لي ده مات، ده مات. اقول لهم لا، يقول لي لا ده مات. ايوه كنت شايلاه كده. ها كده، ها بنديه كده، واقول لهم خدوا عطك، خدوا عطك، تقولي ده مات، ده مات يا بنت، خلاص ده مات. اول ما خدوا العصير وشفتهم بيشربوا العصير اتفرطوا كلهم على الارض، كلهم ناموا على الارض، كلهم. بس لقيتهم قدامي الاربعه بيعملوا بقى نايمين ولا بس مغمى عليهم؟ مغمى عليهم خلاص، وما يرايموا من حالكم جبريين. الاب كان فين بقى؟ كان موجود معايا، وشاف ولاده على الارض كده وبيريموا وبيرجعوا وبيموت. صرخت عليه قلت له هات توك توك، هات توك توك، نوديهم دار مواس. ما فكرتيش ان هو اللي شربهم السم؟ انا معيش فلوس. قلت له انا معي بس روحيت، انا معي بس روحيت، وانا مزعق في وسط الزعق ده كله. طلع لحد بره واختفى، اختفى. خش عليه الجيران شلبه. مين بقى من ولادك اللي يقدر يكلمني؟ تعالي يا حبيبتي، اسمك ايه؟ تعالي يا نعمة. ازيك يا نعمة؟ ده اول ما رحت ده الموز خلبه. ازيك يا نعمة؟ مين اللي اخوك راح فين؟ اخوك انا، ما تخافيش هي خايفه. اخوك راح فين؟ تقف جنبيك. تعالي يا حبيبتي، تعالي عشان هجيب لك حاجه دلوقتي حلوه قوي. اخوك راح فين؟ قادر راح فين؟ هنعمل ستوب ثواني بس. ده انت اهم حاجه. تعالي يا حبيبي، وقف. نيجي للاولاد. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي نعم. ازيك يا نعم؟ عامله ايه؟ نعمه مين؟ نعمه طبعاي. قولي بقى، مين اللي اعطاكم العصير؟ راي. ابوكي؟ ايه. ابوكم ايه؟ مش رمضان دخل بقى، تقول ابويا وامي. ما تقولش ابويا صح؟ مره كلمها بالتليفون مره. من تليفون. بتقولي بقى انت ليه بتقولي مش بتقولي بابا ليه؟ تفي على وشك. وعمل ايه ابراهيم بقى؟ ثواني يا حاجه. عمل ايه ابراهيم بقى؟ مين اللي اعطاك العصير؟ ابراهيم. ابراهيم ابوك هو اللي اعطاك العصير؟ العصير كان حاطط فيه ايه؟ حاطط في العصير ايه؟ سام. واخوك عادل شفتيه وهو بيموت؟ لا ما شفتوش. كان جنبيكوا على الارض؟ مات بس خدوه، بس ما شفتوش تاني. شفتيه وهو بيموت؟ انت كنت حاسه بيه لما شفت العصير؟ ايه اللي حسيتي بيه؟ كنت حاسه بالارض ومدوغ بيا. ايه؟ كنت حاسه بالارض ومدوغ بيا. بتدور بيا. ابوك كان فين في الوقت ده؟ واقف يتفرج عليك وانت بتشرب عصير؟ لا انا كنت واقف يتفرج عليا وانا راكبه في الارض ومالوك. وانا راكبه في الارض. كان واقف يتفرج عليك وانت راكبه في الارض وبتدوخي؟ ما شاركيش، ما قالكيش مالك، ما بسكيش، ما حضنكيش خالص؟ لا. انت هو ما بيحبكيش؟ انت بتحب بابا ولا لا؟ انا مش بحبه. ليه؟ عشان عمل ايه يا بابا؟ ابراهيم عمل ايه؟
عشان موت عادي. وهي من يومها بتقول كده، بتقول عشان موت عادي. طيب انا عايز اقول لك حاجه، بس انا عايزك ما تزعليش مني. اولا اتجوز عليكي مره وعرف واحده في مصر وكانه يتجوز عليكي تالت، وفي نفس الوقت راجع زعلان انت في مكان وهو في مكان كان مخاصمك. مش كل ده ممكن انت عشان تتجمي منه. تحكون انت اللي حطيت العصير ليه؟ انتقم منه ليه؟ طب انتقم منه هو. اسقيه هو يعني، اسقي ولادي ليه؟ انا بقول لك انا قعدت 12 سنه اكشف اروح للدكاتره، انا عديت لك اسميهم مش هصدقني. تخلف. كل اللي ما اشتغل، كل ما اشتغل بيه كنت مصرف على الدكاتره، على الدكاتره. تجيب عيال. عشان اجيب عيال. ربنا لما اعطاك اعطاك اربعه وغير اللي بقى. ترقاوي، وناس كانت تقول لي اللي مشي ما تخلفي. ودورتي كانت بتقول لي يا نخله ذكر. احنا ما نقول لبعض كده يا فلاحين. نخله ذكر. اه يا نخله ذكر. جوزك عارف ان اللي ببطنك كان في عيل؟ اه. ما كانش يعرف. لا عارف. المفروض كان المفروض يديكي شوط عصير عشان اللي ببطنك. لا هو زعل. هو زعل المرة دي زعل قوي صح. انت لو شفت جوزك دلوقتي. مانع وبطل. لو شفت جوزك دلوقتي هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له عملت لك ايه؟ وحشك جوزك؟ هقول له عملت لك ايه؟ جوزك وحشك دلوقتي؟ لا والله. ما عادش لا. مش عايز اشوفيه ولا نجيبه تقعد؟ لا مش عايز اشوف. لا مش لو شفتيه تقول له ايه؟ مش عايز. هقول له ليه عملت لك ايه؟ ايوه هقول له عملت لك ايه؟ اللي عملته لك. تحبي تسمعيه وهو بيجيب السؤال؟ ايه اللي عملته لك؟ فلوس اللي طلعت لي من ابويا خدتها، ايه اللي عملته لك؟ انتقم منك عشان اختك لما سجن. والله اختي ما زعلانه منه. اه شاكت وتحبس 15 يوم في وسط الامانه بتاعها، ومع كده مش مهم عندها. كانت لما تشوفه كانت لما تسلم عليها وتكلم. كانت بصيت تقول خلي بالك من العيال يا ابراهيم، خلي بالك من حب يريحهم خالص. احنا هنشوف دلوقتي ابراهيم ونشوف عمل كده ليه. الى ابراهيم. ابراهيم هو الاب اللي قام بشيء ما حدش يتصوره، يعني نيه الولاد الاربعه. هو طبعا ليه من وجهه نظره اللي ليه اللي يبرره. احنا هنسمع من ابراهيم دلوقتي ونشوف هو ليه عمل كده، خاصه اللي قام بشيء مش سهل. ده شيء يمكن من اصعب ما يمكن. الواحد ممكن يقتل اي حد في ظل ظروف معينه، لكن ما فيش حد ممكن يخطر على باله انه يقتل ولاده الاربعه. شيء صعب جدا. ازيك يا ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت لسه راجل في الاربعينات، انت عندك حاجه 40 سنه. الحمد لله. ومتجوز اثنين؟ متجوز اثنين يا بيه. وعندك سبع عيال غير امهم، كمان حامل في ثمانيه كده. حامل؟ ايوه بقى، هقول لك مش حامل. طيب انت دلوقتي شغال ايه؟ شغال ما بيحتير نص. هنا في دلجه ولا في دير مواس ولا في القاهره؟ في مصر. في مصر؟ اه. جواب يعني السؤال كده، ليه متجوز اثنين؟ طب وظروفك صعبه؟ ظروفه حكمت كده يعني. عامل ايه؟ ازاي ظروف حكمت؟ يعني غلبت مع واحده شويه، رحت جبت، كنت مخلص واحده وجبت الثانيه. طب ايه اللي خلاك رجعت للاولانيه؟ رجعت للاولانيه لما غلبت مع الثانيه شويه. رحت رجع للاولانيه؟ اه جبت الثانيه. اه.
وخلفت من دي وخلفت من دي وخلفت من دي وخلفت من دي. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يا باشا والله يعلم ربنا بالكلام اللي هقوله ده ان انا ده لاولادي، يعني انا لما اخاف اضرب العيل يعيط، يعني ده لاولادي واخاف عليهم العيل ما يهونش عليه اضرب والله. فانا دلوقتي كنت في مصر وجاء ورا ميته من مصر، كان دي شهرين ولا شهرين ونص من ايه، كنت اشوف متاخر على مراتك دي او مراتك دي بالشهر وبالاثنين، اكل العيش والدنيا مشاغل انت عارف الظروف، مش تخطف رجلك حتى مره كل 15 يوم كل شهر ما زوجتك سواء دي او دي ليها حق عليك؟ ماشي، ما هي اصلا في مصر في ايجار وفي كهرباء وفي ميه وفي كل حاجه. والله في مصر في تفيل ثالثه. لا في ايه؟ ثالثه ايه؟ فيش ثالثه، انت قاعد في الثالثه؟ فيش ثالثه، في موبايلات. ايه؟ موبايلات؟ اللي ما اسالك سؤال تقول لي ايه؟ فين الموبايل؟ اه ماشي موبايل، الموبايل خده الباشا. يبقى كان معاك موبايل؟ كان معايا موبايل. اقول لك كنت بتكلم مين في الساعات الطويله في الليل؟ كنت بكلم مراتي برضه اللي هي في ام العيال دي. لا سيبك من ام العيال، انت وانت لما جيت اخر اجازه لما جيت ورا الميته اللي انت بتقول عليها او الموته، انت قلت لمراتك، انت مراتك بيقول هو كان في حته وانا كنت في ناحيه، كان مخاصمني بس الليل كله ماسك الموبايل بيحب فيه. لا ما حصلش، انا كنت بتكلم في الموبايل مطمن على العيال عشان عندها عمليه. دي زوجتك تاني؟ ايوه تعبانه بالقلب ومجرى عليها في الليل بالساعات. مش بالساعات يا باشا، ده هي بتقول كده عشان تبرر نفسها من اي حاجه ليها. طب ما انت، طب بس اسمعني لحاجه، ما انت كنت ممكن مراتك وعيالك من الزوجه التانيه كنت ممكن تطمن عليهم في النهار في اي وقت، اشمعنى في الليل بقى؟ لا مش في الليل، يعني دلوقتي مثلا واحده مريضه سايبها وهي وعيالها في مصر، مش هتطمن عليهم ولا ما تطمن؟ مصر دي كانت غضبانه منك؟ لا ما كانتش غضبانه والله، في مصر وحاليا في مصر برضه. ثم قرايبها وعمل التحريات هي بتقول انا عملت تحريات من قرايب اللي هناك عرفوا ان انت كنت لايف باللغه الدارجه على واحده ثالثه من مصر. لا انا مش انت عارف يا باشا انا راجل فلاح. اعرف منين يا عم؟ انا راجل فلاح، يعني انا مش باين لك انا راجل فلاح ولا راجل احسن ناس الفلاحين. الله يبارك فيك، كلنا فلاحين اصلك يا باشا. تمام، اتعرفت على واحده في مصر وحبيتها؟ لا ما حصلش. طب تمام، مراتك الاولانيه انت كنت ليه يعني هي في حته وانت في حته، انت كنت ليه مخصمها اصلا؟ لا مش مخصمها والله، الكلام ده اقول برضه يوم يعني جيت هنا كنت نايم معاه. طيب سيبك من الكلام ده دلوقتي، ولادك ايه ذنبهم؟ احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل بالظبط صلى على النبي. بس برضه عليه الصلاه والسلام، برضه نحب ننوه للساده المشاهدين، كل اللي بيقوله عم ابراهيم ده من وجهه نظره هو، يعني برضو الحقيقة السادة المشاهدين من خلال حديث مصطفى بن منتصر رئيس المباحث ومن خلال حديث مع الأم والأولاد برضو ما نحكمش على حد. يمكن زميل أحمد علي مخرج برنامج بينزل على صفحة البرنامج على الفيسبوك اختيارات، ممكن عايزين تصدقوا رئيس المباحث في كلامه، وطبعا ده الأصدق. ممكن ناس تتعاطف مع الراجل ده من اللي هيقوله، احنا لسه ما عرفش هيقول ايه، في ناس هتتعاطف مع الأم واللي قالته، احنا بس عايزين ننبه على السادة المشاهدين مش كل كلمة يقولها ممكن تحمل الصدق وممكن تحمل الكذب. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا طبعا هم جبت كيسين عصير. جبت كيسين عصير؟ اه. وطبعا دوبته. انت جبت كيسين عصير ليه؟ ما ليش تقلع الشاي وعندي حرقان في قلبي. ما فطرتش ليه معاهم؟ هم كانوا عندهم طبيخ قعدوا يفطر تفطر هي وامه، والعيال ما رضوش ما عجبهمش الطبيخ راحوا جابوا طعميه بفطر. انت ما فطرتش ليه خالص؟ انا طلعت زي ما تقول برضه رحت عند اختي بيجي فيها اكل قدامي كلت ما استناش. يبقى جبت كيسين عصير دوبت كيس. كنت الكلام ده يوم السبت. مدوب كيس وكيس تاني كان قاعد دوبناه. يعني كيس بتاع يوم السبت ده عدى على خير مفيش مشكله. اه شاربين منه الحمد لله، وده شارب منه والله. بتاع يوم الاحد. ايوه. اللي هو حصل في المصيبه. اه والله العظيم شارب منه. ايه اللي حصل؟ شربت منه يعني لا مؤاخذه في زي كوس يعني كده بنقول بنسميها كوبايه عندنا. لكن انت اللي دخلت بيه وجيت وندمت على عيالك؟ لا. ده هي البت ندمت على بيتي انا. اللي هي نعمه جابت هي قزازه ميه ودوبنا العصير ورحت شربت. مين اللي دوب العصير؟ انا دوبت بره العصير وشربت منه. شربت منه؟ ايوه. شربت بالكوز يعني مش بالكوبايه، بالكوز كده. وقلت لها خدي ادي امك ايه؟ تديكم. ايوه حطيتها ايه؟ العصير ولا حطيتها الكوز والكوبايه؟ ما فيش كوبايات، ما فيش كوبايات. طيب بالكيس؟ اديتها الكوز ده دخلت لامها. هو طب العصير، العصير كان معمول. ايوه معمول. يعني مش الام اللي عملت. ولا انت كنت عامل العصير ومجهز. انا شربت منه، دوبت منه وشربت. وشربت. يعني انت اللي عملت العصير. ايوه عامل عصير ودخلت ايه. وندمت نعمه واعطيتها لبقيه العصير عشان تدي لامها وتشرب كله. اما قلت لهم يشربوا كله. تمام. يبقى دخلت طبعا بالعصير.
وانا كنت لمؤاخذه مشرب بتاع معسل حاطه طويل على المتجاز يبقى ايه تفكرنا انا ما شربتش. جاء الا مصره تسقيني. طبعا انت مثلا بره دلوقتي ودخلت كوبايه جوه الاوضه الثانيه دي تعرف ايه اللي حصل؟ لا عايز تقول يعني ان هي اللي حطت السم. الله اعلم عشان الواحد ما يرميش ربنا وراه. والله اعلم عشان انا مظلوم هنا ومتضايق ما احبش اظلم حد معايا. والله اعلم بيها. انا كنت بره ودخلت البت بالكوبايه الاوضه الثانيه انا دخلت اجيب الولعه صرت تسجين ولا توكلني بالعافيه. رفضت. قالت طب انا هسجي العيال هسجي العيال ضريا. شوف يا طيب ازاي يا رغم انت مخصومها وهي في حته في مكان حته ورغم كده عايزه تدخلك العصا عشان تشرب. مش تدخلني انا دخلت اجيب الولعه يا باشا. وهي عايزه تسجيني منه او توكلني. قلت انا رفضت. طب رفضت ليه؟ رفضت ليه؟ رفضت اني انا دلوقتي شربت بره مش ها؟ لا. والله العظيم شرب. انت دلوقتي عملت العصير وناديت نعمه وقلت لها ادي العصير لام الجوه خليها تسقيكم صح الكلام ده؟ ايوه. نعمه وامها والعصير معاهم بيشربوا جوه. دخلت انت عليهم. قالت لك خد اشرب. لا ما هي دي مصره كانت تسقيني انا. ايوه انت ما انا بسال انت ما شربتش ليه؟ ما انا كنت شارب بره. اشرب تاني. ما انا كنت شارب يعني انا قلت عشان يشرب يعني طمع وحش ولا انت خفت؟ لا ما خافش يا بيه ما قرب من ربنا سبحانه وتعالى. خفت تشرب عشان السم؟ لا انا ما حطيتش السم ولا اعرف عن طريق السم ده عادي. تشرب ليه اللي ما اعرفش؟ بقول لك لما شربت انا ما يعني انت شربت كفايتك من الكوز ده هتشرب تاني؟ اشرب تاني. من ايد المدام تشرب؟ ما دلوقتي انا شربت هشرب دورين. ما تشربش دورين ليه؟ ما شربت طيب انا ماليش تقال علي. شربت تقال علي ان انت جايب كيسين، كيس يوم السبت وكيس يوم الاحد. أي. مالكش تقال عليه انت بتحبه ولا كده؟ لا من سيرة المحب لما عندي حرجان ما والشاي ما تعبني ما اشرب عصير. اشرب عشان الحرجان. طب ما انا شرب. اشرب تاني. يعني اشرب تاني انا شرب. طب كفايه عشان احنا كده يعني شبعنا. طيب المهم ما رضيتش تاخد العصير مني. ما رضيتش اشرب يبقى امها قالت لها ايه؟ قالت لها فضي. ايه؟ فضي. فضي يعني سيبك منه. يبقى راحت مديها لاربع عيال بالكوبايات. وانت واقف. ايوه في متفرج لهم وانا واقف. انا يا دوبك طلعت لبره. في الاوضه الثانيه اللي انا قاعد فيها بره. والعيار دوروا العيار. الصواب. مالكم قالت ما فيش حاجه. دوهم والله العظيم اللي حصل كده. والاربع ملجحين قدام. مش ملجحين لا. كانوا واقفين. كانوا واقفين بيعيط. يبقى قلت لها مالك يا بنت مالك دورت العيار طب رحت قلت طب رحت جبت لهم قزازه كبيره من بره. تاني؟ ايوه. ليه؟ ليه ما فيش عصير؟ عشان يمكن واكلين حاجه وحشه. طب اشرب عصير تاني. طب انا ايش عرفني انا يعني دلوقتي انا قلت اجيب ال يمكن واكلين حاجه وحشه يرجعوها. يعني انت ضميرك انبك عليك فحبيت تعوض. يعني ابني انا ما عملتش حاجه بيه والله. جبت لهم قزازه الساقع دي. ويبقى لقيتهم بيعيطوا جور وقلت ما معيش كان فلوس في جيبي. قلت لك خد الفلوس مني. ما حصلش. امال اللي حصل؟ اللي حصل رحت اجيب فلوس. عقبال ما جبت الفلوس وجيت. لقيتها خدتهم وجريت يبقى قبل خدت ما عرفش راحت ماشيت بيهم مشيت راحت فين؟ ما هي قاعد راحت المستشفى كويس هنقف عند النقطه دي انت بترمي كلام والساده المشاهدين معايا ان هم ان هي اللي حطت لهم السم صح الكلام ده؟ مش برمي كلام انا ايا ايا أي كان مظلوم هنا ما فيش حد غير الام وهي مظلوم وما بحبش اظلم حد بس في حد في البيت غير هي وامها هي وامها تمام لو هم اللي حطوا السم للعيال ايه اللي هيخليهم يجروا ويودوهم على المستشفى؟ ماشي عشان يبلغوا ينجزوه برضه عادي ما هي مش حاطة السم عشان تموتهم ولا حاطة السم عشان ايه؟ الله اعلم بيها يا بيها انا ما اقدرش اللي بيحط سم لحد بيحط له عشان خاطر ايه؟ عشان يموت وعشان ايه يعني؟ طيب كويس عشان ايه؟ عشان يموت كويس طب ايه لو هي حاطه لهم السم هيشيلوا هتشيل العيال وتروح تجري على المستشفى ليه؟ طيب ما انا سيبهم يموت لا ما هي دلوقتي دي الواحد عمره ما يفرط في ضناه هو ابنه لا سلم على بابا ليه؟ بابا حبيبي مش هسلم على بابا؟ ليه؟ زعلان منه ليه؟ زعلان من بابا ليه؟ ايه اللي حصل زعلان منه؟ عادي يا بابا طبعا ابشع شيء اعزائي المشاهدين لما البنت تخاف من ابوها الفوق ده كله كنت وصلت
النعمه بالذات لان النعمه هي كبيره، ونعمه عارفه الجرم اللي ابوها ارتكبه، وان هو اللي اعطاها السم بايده وعادل مات وهو في حضنه. شيء بشع ان احنا نشوف الصوره دي، وما نتمناش ان احنا نشوفها، ان البنت تخاف من ابوها كل هذا الخوف. معروف الاب اللي هو الامان، اللي هو الواحد حتى لما بيخاف بيبقى اول شيء بيفكر فيه ان وراه اب هيحميه. الشيء اللي احنا شفناه دلوقتي شيء صعب جدا. البنت اول ما شافت والدها انهار جدا. اضطر الزميل احمد علي مخرج برنامج يوقف التصوير. طبعا عادنا كل اسره البرنامج تحايل في البنت نعمه ورئيس المباحث ان هو يجيب لها حاجات عشان نقدر نهديها لغايه ما جبناها وحيناها لغايه ما وقفت. ان حتى قالوا لي ما نقعدش جنبيها، اقعد انت افصل بيننا وبينها عشان تحمينا. فاضطريت ان انا اقعد بين الاب وبين الام وبين الاولاد عشان افضل الاشتباك. شوف يا حاج، هو بيقول ان انت كده بصريح العباره ان انت اللي حطيتي السم. الراجل عمل العصير وشرب بنفسه في الكوز واعطاكم انتوا جوه عشان تشرب، يعني بيقول لك ان انا شربت منه ودخل لكم العصير مع نعمه. نعمه هي اللي دخلت العصير ليك. سالوها شرب منه ولا لا؟ هو شرب منه ولا لا؟ لا شرب. هو شرب ولا لا؟ شربت من كوبايه هو. لا مش عليك انت، ابوك. هو ابوك شرب؟ لا. عايز حاجه ثانيه؟ ابوك شرب ولا لا؟ لا. ادي اول اجابه. طبعا اعزائي المشاهدين الطفل لا يكذب، يعني الطفل حتى لو حبينا نحفظه كلام ما يعرفش. طيب المهم انت بيقول ان انت اللي سميتيه. طب هسمه احسم ولادي؟ ممكن يرد عليك ويقول لك يعني انا اللي هسم ولادي؟ لا بس انا معهم على طول. هو ابوهم بره في الحلوه معهم، في المره معهم، اما اشتغل عليهم ومعهم. بيقول لك كان بيبعت لي كل اسبوع 50 و70 جنيه. اكيد ما حصلش. انا ما بعت يا باشا من مصر، ما بعتش من مصر فلوس والله العظيم. ما بعت مع السواق الجام كلها تشهد ان انا بشتغل عليهم. هو البصل شغال على طول، ده مش شهر بصل وما يبطل. شهر واحد ما حصلش. أو ما حصلش. بنت اختي انا ما ادتلكش الفلوس حد البيت. ايه تضر روحك في الاخر. حاسبنا وعيشتك مع وعيشتنا ما عادش لد عليك، وعيشت مرتك دكا مش لد عليك، ولا انا عدت لد ولا دكا عدت. يتكلم في التليفون ليه كله مع بتاعت مصر؟ يعني ما يتكلم في الفجر والليل كله والنهار كله والجيران كله مشاهدين عليك. والله العظيم هي دقيقه عليك. انا عايز اعرف يعني انت سبت كل حاجه ولا وحرقه قلبك انه كان بيكلم واحده ثالثه؟ يا ست خاينه في ولادك. مش هي الغيرتك خاينه في ولادك، بسيبك من الحب ده كله. انا والله علمت كل حاجه. يعني علمت الكيد. اسمعني بس، سيبك من اللي كان بيحبها هو. علمت الكيد كوت مش مالك. اعزائي المشاهدين شيء للنهر، يعني ده اللي هو عتاب الاحباب. سابت الاولاد اللي بيتسموا وسابوا كل حاجه وقاعدين يعاتبوا بعض على الحب الجديد. على قد ما لا اله الا الله. يا جماعه ثواني ثواني بس ثواني ثواني. نفضل الاشتباك بعد اذنك، مش هنتكلم عن الحب الجديد، احنا بنتكلم في ولادك اللي تسمهم. مين اللي سمى ولادك؟ اذا كنت انت ما سميتهمش هو بيقول ما سموهمش، يبقى مين اللي سموهم؟ والله يعني هسمي ولادي. لو حاجه انت بتقول ان انت من ساعه ما جه هو في اوضه وانت في اوضه، هو بيقول لك مع بعضين يا بيو. ما حصلش بيني وبينك اي حاجه. ربنا يحاسبك، ربنا يحاسبك. طيب ما تكذب ليه؟ واخد بالك؟ ايوه. لا 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 والله العظيم ولا مصلي ولا حاجه. يعني الواحد مش مصلي والله. ايوه مش مصلي هي والله. صدر ربنا اللي حسب. يا رب ماشي، بس هي بتكذب. ايه رايك في اخلاقها؟ ايه رايك في اخلاقها؟ انا ما قلتش حاجه في اخلاقها. هي مش انت راضي عن اخلاقها ولا لا؟ ما انا لما اقول لك حد هيكره مرته وعياله، دي مرته وعيالي يا بيه. اخلاقها اخبارها ايه؟ اخلاقها ما انا قلت لك يا بيه. ما قلت الناس قالت عليها كذا كذا. اول واحد الناس قالوا عليك ان انت وحشه. دوش وحشه لاني يا مش هناخد منه مصاريف. فاكرني هو انا ما اجيب المصاريف من سكاكتين. بس لا انا ما اجيبها من عربي. مش قشر بصل وما اقعد على شكاره البصل وما اعملها. وانت عارف كده كويس. طب صل على ماشي. مش انا معها. اما تضيعوا فين بقى؟ انا اللي سميت العيال. شوف شفتيني انا عملت كده؟ طب انت انا عايز كلمه واحده. شفتيني يعني قاعدين نفطر جوا؟ عايز اعرف مطلع علينا. انت شفتيني انا سميت العيال؟ جد ضوبت عصير. ده بيقول العصير ده كنت جايبه من يوم السبت مش من يوم الاحد. لا من يوم الاحد.
وجبته من ابراهيم ابو اسمها العجاد ده. اهي ابراهيم اهو يعني يوم الاحد مش لا ده يوم السبت جايبين من يوم السبت منه والله شاربين يوم السبت يوم الاحد وطلحت بجيت يا دوبك. هو بيقول انت لما قلت له هات الحق هات توك توك للعيال قال لك ما كانش معايا فلوس جريت السلف. قال لك جريت السلف يا سلام جه السلف واحد جار من الغياب يروح يسلف. واحد جار من الغياب بعد 3 اشهر غياب. واحد 3 اشهر غياب ما معاش فلوس ما برضه شوف نرد على السؤال ده. جدع انت. يعني ما خدتش اصلا منه حاجه يبقى ازاي وداهم فين؟ انت عشان جدع انا هقول له السؤال اللي انت قلتيه. انت جايب بقول لك 3 اشهر من مصر. جايب بقول لك 3 اشهر من مصر. وعايزين توك توك 3 4 جنيه. نقول 5 جنيه عشان ما فيش بنزين. معكش 5 جنيه في جيبك؟ طيب يا باشا ما الخمسة جنيه اجيب عربية انا ما نجيب عندنا عربيات اقل عربية ما تاخد في المشوار ده 50 جنيه عشان تنجز بيه من دلجة المستشفى لا مش من ده هوديهم مثلا لأي حتة مش يبقى معاك فلوس تصرف عليهم ولا تسيبهم ولا تضل تتسلف اسيبهم يموتوا؟ لا ما اسيبهمش يموتوا انت معكش 50 جنيه ما كانش معايا 50 جنيه انا رحت بعد 3 اشهر في القاهرة لا ما انا ما كنت جاي ورا بظروف ورا دفنة جاي ورا دفنة بظروف ورا دفنة جاي ورا دفنة بس بعد 3 اشهر الثلاث اشهر ده نايم وما اشتغلتوش فيهم. في الثلاث اشهر دول هل معقول اما يحوش فيهم ولا اما يصرف زي ما انتم ما تصرفوا هو اما يصرف؟ مش نفر بزرك. موبعين وكل مصاريف. لما مش هتجيب لنا فلوس وش هترزقنا من الغياب ده غايب ليا. بس انت ناكره انت ناكره ايوه انا ما بقى. انا ما بعت لك فلوس مع السواق مع اي واحد مع بنت اختي اي حد يكون جاي ما بعت لك الفلوس يعني اقبل عندي الجيران كلها اشوفك فين ساخد بصلي هنا رد على السؤال ده كويس لما هي بتبعت لها كل اسبوع 50 و70 جنيه ايه اللي يجريها على الشقه والبصل وحامل في شرس على شكاره البصل الليل كله النهار كله روح مؤلف روح مؤلف لما تعمل ايه مؤلف هذه لها سنه واثنين ما تعمل كده يبقى مش متعود على الشقه متعود علي الشقه مؤلف علي يعني اقول لك ايه لما تكشف لي يعني ما تقول هم كشفي ولا حملي ولا ولادتي مش موديك ام اما تحطها لي انت لا مش ما تحطها مش ما تحطها والله العظيم ما تحطها حملي وولادتي ومصاريفي وكشوفاتي على روحي على شغلي على روحي ممكن بيعمل ايه؟ يعني ما بحامل وابقى مجهز فلوس لولادتي يعني معنى كده ان هو كان مجرد دوره بس هي انا عايز اعرف بس ايوه احنا ما كناش عارفين منه حاجه غادي يقعد وسطينا بس بس هو اللي هم ايوه بس في البيت هادي ويربي العيال ده العم وعلى رايي مثل ضل راجل ولا ضل نفسه في في البيت بالدنيا والله 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 وديكها ما كانت عايزه منه غير كده وفي مصر وين ما تشتغل هي برضه ومعاها الثلاث كانت غضبانه ولا مش غضبانه؟ لا كانت غضبانه ده بيقول لك لا غضبانه وقاعده عند اخوها لا مش غضبانه ده هي وصلها المعلومه كده بس مش غضبانه لا بس تعمل تحريات ما تعمل تحريات يعني عملت تحريات وعرفت انه مش معتدل ايوه مش مع واحده ثالثه اسمها ايه؟ قولوا اسمها اسمها ناديه اسمها ايه؟ ناديه ناديه مين؟ اسمها ناديه لا والله لا انا لو حاجه اعرفها ولا حاجه اعملها ما انكرهاش والله ما اعرفها ولا اعرف حد غير مرش نيجي للمهم بقى السؤال اللي لازم فعلا يتسال دلوقتي واللي يمكن انا شفت معاه رئيس المباحث فعلا راجل بيقول لي طب يعني ما نساله طب بنتك خايفه منك الخوف ده كله ليه؟ يعني بنتك نعمه دي اول ما شافتك يمكن الزميل احمد غني مدير التصوير الكاميرا نفسها رعشت في ايده لما شاف الخوف والفزع على وش البنت هي اقول لها ما تروحيش عنده يعني اعمل ايه انا دلوقتي في السن ده ما ينفعش تتوصى لا تتوصى يا باشا ده تضربها وتوصيها والله دي انا عمري ما ضربت ولادي وانت عارفه كده غير لما قلت دول لما يطلع في في المزرعه ويعملوا كذا كذا من بعد الوعه انا شفتهم بعد ما شفرك وانت عارف اعد لك الدكاتره اللي كشفت عندهم انا مشيت مع محمد نجيب سنين 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 وانا مع محمد نجيب ومرته ايوه كنت بنعمل عمليات ورا بعضيها شفتهم بعض العذاب مش حاسس بده كله اهو وكشفت لي على حسابي في مصر وكانوا بيعايروها يقولها النخله ذكر مش كانوا بيقول لك يا نخله ذكر ايوه يا اللي مش متخلفي يا ارض بور هو كان بيعاير بكده هو ايوه ذات نفسه لما كان يقول لي اغسلي لي الشيشه اقول له مش فاضي يقول لي ياكل عيال شبكوكي هم العيال شبكوكي ما ديك فاضي ربنا ده حرمنا عيال والله ما حصل والله والله
يا نعمة انت ليه يا ماما؟ مين اللي اعطاك العصير في ايدك يا ماما؟ سمع يا ابوك، مين اللي اعطاك العصير؟ لا دعني. انت مين؟ هو مين؟ لا انت شاور عليه، قالك شاور عليه، مين اللي اعطاك العصير؟ والله العظيم زكي خايفه منك. طب انا اعمل ايه يعني؟ انا يعني هعمل ايه يعني؟ والله العظيم اللي حصل كنت وصلت للسريه الصفره. ده انا صبرني، لا ده انا صبرني اللي هم ما ماتوش الاربعه. بس عادل اللي مات، عادل اللي مات انا ما شفت روح في اللي في البيت. عنده صندل كان ما يلبسه من شان ما تقدر شوفه، لقحته في الترعه عشان مش ما تقدر اشوف الصندل قدامي. طبعا اعزائي المشاهدين الحكم طبعا على صفحه الياريت اللي ساده المشاهدين تدخل على صفحه برنامج عيون الشعب على الفيسبوك ويشوف فعلا هل الاب ولا الام لو عادل اللي مات ده ثلاث سنين رحمه الله عليه واولاد توك توك على راس الشارع يقع في الترعه ولا انكش ولا انش يموت على ايدك. طبعا الجريمه في الاخر لا تفيد، يوجعني زي ما مات على ايدك، مش هيوجعني زي ما مات على ايدك. شوف مش هيوجعني، هكون زي بعضه، زي بعضه الراجل.